الله يعطيكم العافية طلاب الكيمياء الفيزيائية. في عندي بس أكمل ملاحظة قبل ما أبلش بالمحاضرة. أولا بعتذر عن أني ما قدرت أسجل محاضرة يوم الاثنين، كان المفروض أنه إحنا محاضرات الفيزيكال 2 تنزل الاثنين أربعاء وسبت، بس يوم الاثنين صدقا انشغلت بأمور عديدة فما قدرت أني أسجل المحاضرة وبعتذر عن هذا الشيء. هاي أولا. ثانيا بالنسبة للقاء اللي إحنا إن شاء الله رايحين نعمله يوم السبت، إذا ما إجاني منكم ملاحظات باعتراض أي واحد منكم على أنه يكون لقاء على الفيسبوك، على الأغلب شوفوا إيش رايحين أعمل. على الأغلب رايح أولا أعمل جروب على الفيسبوك، جروب مغلقة طبعا لطلاب الكيمياء الفيزيائية 2، وهيك بتيح لنا بالإضافة لأنه ممكن نعمل لايف سيشن، بتيح لنا أنه نتناقش بشكل مباشر حتى لو مش بالضرورة بهذا اللقاء المباشر. أوكي، لسه ما عملت الجروب. أوكي، ما بعرف، يمكن راح أعمل اليوم آخر النهار أو بكرة إن شاء الله، مش يعني بعد هيك، وراح أخبركم طبعا عن عنوان هذا الجروب، وأي واحد مسجل بهذه المادة طبعاً بيستطيع أنه يطلب انضمام وبنكون إن شاء الله موجودين كلياتنا. وعلى هذا الجروب يوم السبت إن شاء الله بنعمل لايف سيشن على الفيسبوك لايف، ونتناقش بأمور عديدة. وأنا بعرف أنه عندكم أسئلة كثيرة، وبعض يوصلني بعض إيميلز من زملائكم بيسألوني عن كيف راح تكون، يعني أنتوا سمعتوا بالإعلام أنه راح يكون في 50% أعمال فصل، فكيف 50% هاي راح تنعمل؟ شوفوا، يعني أنا حكيت معكم قبل هيك بهاي القصة، وخليني من الآن أبدأ أنه ما عندي تفاصيل. أوكي، ولا حد عنده تفاصيل أيضا لحد الآن، ولعلكم تابعتوا يعني اللي صار باليومين السابقين، المهزلة اللي صارت. ونصيحتي لكم انكم توقفوا تتابعوا الاعلام، اوكي، وتوقفوا تتابعوا هاي الاخبار اللي ما إلها معنى، وتركزوا شوي بدراستكم، وبس الامور تكون رسميه وقتها بيكون مناسب انه نتناقش بهاي الامور. ولكن خليني اطمنكم من الان انه زي ما قلت لكم اياها مره، انه احنا، أنا بحكي عن نفسي الآن، وأعتقد أنه بقدر يعني أحكي باسم زملائي بقسم الكيمياء، ما بحكي، بديش أحكي بمستوى أكبر من هيك، أوكي، بس على الأقل إحنا بقسم الكيمياء رايحين، يعني إحنا بنعرف الظروف اللي أنتم بتمروا فيها، وبالتالي رايحين نلاقي طريقة مناسبة، don't worry، رايحين نلاقي بالنهاية طريقة مناسبة بحيث أنها يعني تكون بمصلحة الطالب بالنهاية، أوكي. هذا إشي أنا بقدر أوعدكم فيه. إيش هي الطريقة؟ ما بعرف. كيف التفاصيل تبعت 50 راح تتوزع؟ ما بعرف. بالمناسبة حتى 50 هاي مش أكيدة، يعني بصراحة يعني هم استعجلوا شوي، إدارة الجامعة استعجلت، والوزارة تبلت، وكله يعني وضع مش صحي حقيقة، التخبط هذا اللي قاعد بصير كله. فبالنهاية بس تستقر الأمور وتبين الأمور، بحب بس أطمنكم أنه بغض النظر إيش ما كانت الطريقة والأسلوب والتقسيم والعمل وإمتى راح تكون أصلاً هاي الامتحانات وإلى آخره، كل هاي التفاصيل بيكون معنا وقت نحكي فيها، وإن شاء الله أنه الأمور تكون تمام. أهم إشي برجع بذكركم، أهم إشي for the moment، أهم إشي أنك تتابع محاضراتك. انتوا لو تبعتوا محاضراتكم ودرستوا اول باول، صدقوني انه شو ما كانت الطريقه وشو ما كان الاسلوب وشو ما كان التقسيم وشو ما كانت طريقه الامتحانات، بغض النظر عن اي شيء، اموركم راح تكون تمام. انا هذا الشيء الوحيد اللي بقدر اكد لكم اياه، هذا الثابت الوحيد اللي بقدر اكد لكم اياه. ونصيحتي لكم كمان مره، ما تتبعوش كثير هاي الاخبار، لانه يعني في منها عبارة عن مناكفات استعراضية وإعلامية وسياسية، يعني آخر همها المصلحة العامة ومصلحة الطالب، صدقوني بخلاف ما يظهر بكثير من الأحيان، صدقوني ما تتبعوش هذا الشغل كله، لأنه مش شغل مؤسسات. أوكي، خلينا الآن نبدأ بالمحاضرة. بهاي المحاضرة
رايحين نحكي عن كيف بنحدد الاوردر للكيميكال رياكشنز اكسبيرمنتلي. اوكي، احنا حكينا بالريت لوك، حكينا انه لما شفنا الريت لوك حكينا انه الاوردر اوف رياكشن the order of reactants and thus the order of reaction ما بنقدر نعرفها إلا experimentally. طيب الآن السؤال، كيف experimentally بنقدر نعرف هذا ال order of reaction؟ well شوفوا، في عنا أكثر من طريقة، ما في عنا طريقة واحدة وما في عنا طريقة واحدة مثالية وما في عندنا يعني طريقة دائماً بنتبعها لكل الرياكشنز. الأمر هذا مع الشرح راحين تشوفوا إنه شوي complicated وبالحياة العملية، بس تكونوا تشتغلوا على رياكشنز جديدة إن شاء الله بكرة يعني يكون عندكم فرصة إنكم تكملوا دراسات عليا وتشوفوا لما تحضروا مركب جديد لازم تلاقي الميكانيزم تبعه، وأول خطوة بإنكم تلاقوا الميكانيزم تبعه إنك تلاقي الريت له وتعرف الأوردر لكل رياكشن. فرحين تشوفوا إن المسألة هي مش مسألة بسيطة، وهي مسألة على الأغلب بنعمل أكثر من ميثود، أوكي، في بعض الأحيان مشان نتأكد إنه هذا هو الأوردر. على أي حال، خلينا الآن نستعرض بعض هاي الميثود، بعضها مش كلها لأن في عنا كثير ميثود، بس على الأقل نستعرض هذا البعض اللي بيكون مناسب لمرحلة بكالوريوس، لطلاب بكالوريوس. رحين نستعرض بعض هاي الميثود، رحين نشوف 5 ميثود، أوكي، على الأقل. وبعدين راح أعلق شوي، أرجع على هذا الموضوع، أعلق على فكرة إنه كيف صعوبة عمل أو صعوبة إيجاد الـ order of reaction experimentally. تمام. شوفوا هسا إحنا راح نبدأ بأول method. أوكي، راح نبدأ بالmethod اللي بنسميها الـ half life method. أوكي، الـ half life method قائمة على إنه نشتق معادلة. حسب الرايحين نشوف كيف نشتقها. نشتق معادلة بنقدر من خلالها إنه نعرف قيمة الـ N. ذكروا إنه الـ N بيمثل الـ order of the reaction. بيمثل إذا بنقدر رايحين نقدر نوجد قيمة الـ N في حال إذا عرفنا الـ half lives. أوكي، تمام. إذا هاي الميثود اللي هي الـ half life method، أولاً بنستخدم فيها الايكويشن تبعت الهاف لايف اوف ذا انث اوردر رياكشن. خليني ارجع لورا على الجدول، بذكركم الجدول هذا شفناه المره الماضيه. هذا الجدول فور ان او انث اوردر رياكشن، في عندنا الديفرنشال فورم والانتجريتد لو فورم، انتجريتد ريت لو فورم، اند ذا اوردر، عفوا ذا هاف لايف اوف this reaction. شفنا هاي المعادلة المرة الماضية، هاي بذكركم كمان مرة، هاي half life of nth order reaction، هاي المعادلة اللي هي 41 t half بيساوي 2 to the power n minus 1 الكل minus 1 على n minus 1 times the concentration of initial concentration of a مرفوع القوة n minus 1 في k. وهاي كان شرطها انه تنطبق على كل الحالات ما عدا for first order reaction، يعني بمعنى آخر لما n بيساوي واحد ما بتنطبق على الحالة n بيساوي واحد. لما بيكون عندي n بيساوي واحد إلها معادلتها. أوكي، تمام. هسه هل نقدر نستخدم هاي المعادلة إذا كان عندي half life مشان أوجد n؟ هل نعم نقدر، وهذا اللي رايحين نعمله الآن. رايحين نلاقي طريقة ممكن أشتق فيها فور معين من هاي المعادلة مشان أعرف قيمة n. كيف نعمل؟ well شوفوا، طبعا خليني بس اذكركم كمان مره انه هاي المعادله الشغل اللي راح نعمله على هاي المعادله، اولا applies بنطبق فقط لما يكون عندي rate law عنده هذا الشكل. rate law بيساوي rate constant في تركيز ال a to the power n بغض النظر ايش كانت n. هذا الشرط الاول. يعني بمعنى اخر هاي الميثود الهاف لايف ميثود ما بتزبط إذا كان في عندي two reactants بالريت لو، فمثلاً ما بتزبط إذا كان عندي K في تركيز الـ A في تركيز الـ B، ولا بتزبط إذا كان عندي three reactants. ما تفهمونيش غلط، مش قاعد بحكي إنه ما بتزبط في حال إذا كان عندي two reactants والريت لو عبارة عن one reactant only. لا، وشرطنا إنه الريت لو يكون
يكون of this form يحتوي على one reactant فقط. تمام؟ هسا كيف نعمل إذا كان في عندي two reactant بالريت لو؟ well في عندنا other methods راح نشوفها، راح نشوف بعضها. إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إنه ما يكون first order. أوكي هاي هون عندي for n ما بيساوي واحد. ليش؟ لأنه إذا كان في عندي first order إحنا شفنا إنه the half-life is independent of a note. تمام؟ فإذا كان عندي بتحضر تركيز مختلفة بتبدأ فيهم التفاعل، وإذا لقيت بكل الأحوال إنه عندك نفس التي هاف then هذا بيكون first order reaction بكل بساطة. however إذا كان n different than one then بتقدر تعرف الأوردر بالطريقة التالية. أول إشي بنعمله إنه بنحضر two different initial concentrations من المادة A. تمام؟ إذن if n ما بيساوي واحد then the order of the reaction can be determined by determining half-lives. إن نحدد قيم half-lives عند two different initial concentrations للمادة A. خلينا نسميهم A initial واحد A zero. A zero هون stands for initial. يعني time بيساوي zero. إذن A zero one. A zero one معناها initial concentration للمادة A التركيز الأول. مثلاً على سبيل المثال 2 مولر. أوكي. وأيضاً بنحضر تركيز ثاني برضو لنفس المادة. إذن بنحضر initial concentration okay 2 عفواً أنا قلت هاي لنفترض أنها 2 مولر، لا خلينا نفترض أنها 1 مولر. okay وهون بنحضر تركيز ثاني مثلاً 4 مولر مشان ما تعتقدوا إنه هاي بتساوي 1. okay يعني عفواً جزء أنا ما كنت واضح، كان قصدي إنه one هاي و two السبسكريبت هون معناها initial concentration الأول والinitial concentration الثاني، هذا ما مش معناه واحد مولر واثنين مولر. أوكي zeros بكل الأحوال اللي هون means تعرفوا أنا ما بعرف إذا السبسكريبت هاي واضحة ولا لا، خليني أحاول أشوف أكبر شوي الخط بس دقيقة واحدة. alright نشوف إذا في إمكانية لتكبيره كمان. okay أعتقد هيك أفضل. alright okay so again so ال subscript اللي هاي zero stands for initial بالحالتين. okay one stands for concentration معين و 2 stands for another concentration، لأنه الفكرة هون إنه نحضر two different concentrations. فمثلا خلينا نقول إنه A01 هاي stands for 1 molar و A02 stands for 4 molar على سبيل المثال. okay تمام. هسا إذا كان عندي two different concentrations اللي راح أعمله إني راح أعوض قيمة two different concentrations هذول بهاي المعادلة بمعادلة 42. So the half-lives are related by. إذا خليني أعوض the two different concentrations هون. وبعدين خليني أقسم على هدول عفواً أقسم هدول المعادلتين على بعضهم البعض. إيش راح يصير عندي؟ طلعوا إيش اللي فيه عندي أشياء راح أختصرها لما بقسم المعادلتين. المعادلة الأولى اللي هي ال t half بين قوسين one يعني ال t half للتركيز الأول. اللي هو 1 هون و T half بين قوسين 2 means T half للتركيز الثاني. أيضا التركيز هون نفس الإشي A note 2 معناها A02 و A note بين قوسين 1 معناها A note 1. okay طيب لما بقسم التو equations على بعضهم البعض لما بعوض هون A note A1 و A2 وهون T half 1 و T half 2 لما بعوض هاي التعويضات وبقسم المعادلتين على بعض شوفوا إيش بيختصر عندي. A2 to the power N minus 1 الكل minus 1 هاي كلها تختصر. ليش؟ لأنه هذا نفس الرياكشن. أنا مش عارف الأوردر صحيح ولكن الأوردر نفسه لأنه قاعدين نحكي عن نفس الرياكشن. إذن الـ N هون رايح تختصر، هذا التيرم كله رايح يختصر. تمام؟ هاي أولا. اثنين ال n minus 1 كمان راح يختصر لانه again الاوردر نفسه وان كان مش عارفينه، كمان شوي راح نعرفه بس لحد الان احنا مش عارفينه، بس نختصر n minus 1 مع n minus 1 again because they are equal. واخيرا
الريت كونستانت كمان راح يختصر لأنه نفسه حتى وإن كنا مش عارفينه هو نفسه. إذن راحين نختصر هاي الأشياء مع بعضنا البعض. إيش بضل عندي؟ بضل عندي واحد على A note to the power N minus one للتركيز الأول على أوكي إذن نعم إذن واحد تقسيم A note to the power N minus one للتركيز الأول تقسيم واحد على A note to the power N minus one للتركيز الثاني. وهذا بيعني إنه بما إنه راح يكون عندي واحد على x على واحد على y إذا this means إنه this is equal to y على x صح. عشان هيك هون اللي بيظل عندي هو عبارة عن t half one على t half two بيساوي a not two على a not one. واضحة هاي المسألة؟ أوكي بكل إذا مش واضحة عوض وراح توصل لهون. أوكي أخيرا كل هدول طبعا لازم يكونوا to the power n to the power minus one. عفواً n minus one to the power n minus one. Okay, لأنه هون ال a note كلهم to the power a minus one to the power n minus one. أنا آسف. Okay. الآن إيش رح نعمل؟ Well, we will take the logarithm of both sides. خذ the logarithm للطرفين هذول. بصير عندك log t half one على t half two بيساوي ال power هون بنزل. Okay, لأنه لوغاريتم ال x to the power a بيساوي a في لوغاريتم ال x إذا ال power هون بنزل إذا مصير عندك n minus one في log a two على a one طبعا a initial two على a initial one تمام. لاحظوا إنه هسا هاي المعادلة 44 صارت بتمثل معادلة in which بقدر إني ألاقي قيمة ال n في حال إذا عرفت قيمة T half للconcentration الأول والT half للconcentration الثاني والinitial concentration الثاني والinitial concentration الأول. هل بقدر أعرفهم المعلومات هاي؟ طبعا أكيد مليون بالمية. الinitial concentrations مواد أنت بتحضرها والT half أنت بتقيس عند التركيز الأول قديش أخذ منك وقت مشان وصلت لنصف التركيز وللتركيز الثاني قديش أخذ منك وقت مشان وصلت لنصف التركيز بكل بساطة. فهي معلومات يمكن قياسها. إيش بضل عندك؟ بما أنه قدرت تحسب T half 1, T half 2, A not 2 and A not 1 لا بتقدر تحسب قيمة N. Simple rearrangement تنقل هاي المعادلة هون بتجيب الواحد هون بصير عندنا M بساوي إذن جيب اقسم هاي المعادلة هون بصير عندك يعني log T half 1 على T half 2 تقسيم log A2 تقسيم A1 A not 2 طبعا تقسيم A not 1 أوكي؟ اللي هي هذا التين Okay, log t half 1 divided by t half 2 تقسيم log a2 divided by a1. والآن لما جبت هذا التيم هون بصف عندك n minus 1 تنقل ال1 كمان بصير عندك n بيساوي 1 زائد هذا التيم. وهيك صار عندك معادلة بتقدر من خلالها بكل أريحية انك تلاقي قيمة ال n. كل اللي بدك إياه هو عبارة عن two half lives at two different concentrations. أعتقد إنه الآن صار واضح ليش هاي الطريقة ما بتزبط للفيرست أوردر رياكشنز. أنتوا قولوا لي ليش؟ لأن الفيرست أوردر رياكشنز الهاف لايفز متساوية لنفس الرياكشن لأي إنيشال كونسنتريشن مختلف صح؟ إذا هاي الطريقة بتزبط لأي أوردر سكند أوردر ثيرد أوردر فورث أوردر إذا في أوردر زيرو أوردر ماينس ون أوردر ماينس تو أوردر ون هاف أوردر ثري هافز أوردر فايف halves قد ما بدك ما عدا ال n بيساوي واحد ما عدا ال first order reaction. very beautiful. اذا n can be calculated بالتالي فقط من خلال نقطتين. هسه سؤال, هل تعتقدوا من حسب خبرتكم بالكيمستري هل تعتقدوا انه نقطتين كافي مشان يعني مشان نلاقي قيمه معينه؟ well دائما بنحكي لا مش كافي اوكي, والافضل انه يكون عندنا اكثر من نقطه. هل ممكن نستغل هاي المعادله اللي هي معادله 42 نرجع المعادله الاصليه اللي اشتقينا منها هاي المعادله؟ اذا هيك خلصنا من هذا الاسلوب, خلصنا من هاي الطريقه. هاي اذا كان عندك نقطتين بكل بساطه بتقدر تحسب سرعه n. طبعا اكيد شوفوا هاي المعادله مش للحفظ على فكره, ولا هاي المعادله اوكي ولا 42 هذول مش للحفظ.
هسا ايش المعدلات اللي للحفظ وايش اللي لا؟ شوفوا يعني بصراحه هذا الموضوع انا لسه ما حكيت فيه، بس من هذا الجدول يعني انا نفسي مش حافظ اكثر من ثلاث ارباع. هسا اللي بيهمني انكم من هذول كلهم اكيد بيهمني انكم تعرفوا تشتقوا الانتجريتد ريت لا من الديفرنشال فورم، وتعرفوا تشتقوا الهاف لايف من الانتجريتد ريت لا. هذا الحكي شفناه، وهالتالي هذا مطلوب منكم. هسا بيني وبينكم اذا حليتوا اسئله كثير، يعني الهاف لايف تبعت الفيرست اوردر والسكند اوردر رياكشن، اوكي الفيرست اوردر والسكند اوردر رياكشن يعني مش ذات بيج ديل، المفروض انكم يعني مع الوقت ومع حل الاسئله هاي اشياء بنعرفها احنا. اوكي الهاف لايف للانث اوردر رياكشن صدقا انا مش حافظه، يعني يمكن بتذكر بعض الاشياء منه بس يمكن اتخربط فيه، ما بطلبه منكم. وبالتالي هاي معادلة مش للحفظ، وهاي المعادلة كمان مش للحفظ. بس انك تنتقل من هون، عفوا من هون من 42 ل 45، لا هاي بدك تعرفها، وهاي بدهاش حفظ. عمليا بتعرفوا شو اللي عملته؟ اخذت تركيزين مختلفين عوضتهم بهاي المعادلة، قسمتهم على بعض، اخذت لوغاريتم الطرفين ولقيت معادلة بدلالة N. يعني هذا مش اشي صعب، هذا اشي كثير بسيط. اوكي اذا نرجع لكلامنا، اذا هيك احنا بنكون خلصنا في حال اذا كان عندك نقطتين. هل ممكن استخدم هاي الطريقه، طريقه الهاف لايفز، مشان احسب اذا كان عندي اكثر من نقطه، اكثر من نقطتين عفوا؟ يس، الجواب يس. اوكي اطلع على معادله 42، اوكي، وخذ لوغاريتم المعادله هاي اللي هي 42، هاي معادله 42، لوغاريتم تي هاف راح يساوي لوغاريتم هذا التيرم ناقص لوغاريتم المقام، ولوغاريتم المقام برضو بقدر أحلله حسب التالي. إذن لوغاريتم التي هاف بيساوي لوغاريتم الـ 2n-1 الكل minus 1 على n-1 في k ناقص راح يكون عندي هذا التيرم، تمام؟ ناقص n-1 لأنه قوة كان في لوج تركيز الـ A. أوكي؟ هل هاي المعادلة بقدر أني أكتبها بطريقة أنها تكون لينير؟ هاي المعادلة هل بقدر أرسمها، مش أكتبها عفوا، أرسمها بطريقة أنها تكون لينير؟ واضح أنها مش لينير لأنها لوج. كيف ممكن هاي المعادلة تكون لينير؟ Well, obviously إذا رسمت لوج T half as the Y axis. أوكي؟ لوج التي هاف إذن هو عبارة عن الواي أكسس versus لوج الأي نوت. إذا لوج الأي نوت هاد هو راح يكون عبارة عن، خلينا أحطه سهم، راح يكون عبارة عن الإكس أكسس، تمام؟ هاي الإكس أكسس، عفوا الإكس مش واضحة، هاي الإكس أكسس، وين السلوب وين الانترسبت؟ بينت هاي السلوب، هاد اللي هو ناقص n-1 راح يكون عبارة عن سلوب. then this is a. ليش a؟ a لأنه linear equations عادة بنقول y بيساوي b زائد ax، مش هيك؟ وb الآن هو عبارة عن الانترسبت. okay b هو عبارة عن الانترسبت. إذا ايش اللي انت بحاجته مشان تعمل بلوت زي هيك؟ انت اللي بحاجته انك تعمل تركيز مختلفه، مش تركيزين، اذا تركيزين بتستخدم هاي المعادله، بس استخدمت تركيز مختلفه وتقيس التي هاف تبعت هاي التركيز المختلفه، ذن تقدر تعمل بلوت. والبلوت اذا رسمت لوج التي هاف فيرسس لوج اي نوت، ذن السلوب راح يكون عباره عن ان ماينس 1، فيري بيوتيفول. هذا الان راح يكون عفوا السلوب راح يكون عباره عن الماينس، عفوا انا اسف مش ان ماينس 1، ماينس ان ماينس 1، والانترسبت راح يكون عباره عن هذا التيرم، رجعنا الماوس، والان راح يكون عباره عن هذا التيرم. فيري فيري سمبل اند مور اكوريت ذان المعادله هاي 45. ليش مور اكوريت؟ لانه هون فقط بيكون عندي نقطتين. انتم متخيلين كل مره انت بتقيس التي هاف لكونسنتريشن معين الا ما يكون عندك سم تايب اوف ايرور. تنسوش انه احنا قاعدين بنقيس تركيز قاعد بتتغير،
فكرة قياس التركيز بالكينيتكس أنا يعني ما بعرف إذا حكيت لكم عنه بشكل كافي ولا لا، أعطيتكم أكثر من طريقة كيف بنقيس التركيز، ونبهتكم قبل أنه لازم تكون الطريقة هاي سريعة زي مثلاً سبكتروفوتوميتر. ليش لازم تكون سريعة؟ لأنه التركيز قاعد بتغير مع الوقت، أنت الرياكشن شغال، أنت قاعد بتقيس التركيز عند أوقات مختلفة وبالتالي الرياكشن شغال. حتى لو كانت الميثود سريعة، هاي العملية عملية قياس تركيز والرياكشن شغال هاي عرضة لكثير من الايرورز، وبالتالي هاي مشكلة انك توجد الاوردر اكسبيرمنتال، او واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا بقياس الاوردر اكسبيرمنتال. فقطعا using this method is more accurate، ان يكون عندك اكثر من point is more accurate than using only two points. اوكي خليني امحي الان كل هدول. Okay. So إذا أكيد هاي الطريقة more accurate than a two-point method. Okay. Then on a plot of log t half versus log a naught gives a straight line of slope minus n minus one أو one minus n. أكيد طبعاً. And what is beautiful بهاي الميثود إنه هاي الميثود كمان بتزبط إذا كان عندك first order. بهاي الحالة إذا كان عندك first order حقيقة إن راح يكون بيساوي واحد. إيش يعني إن بيساوي واحد؟ يعني slope will be equal to zero، صح؟ كيف إذا كان عندك، إذا رسمت عندك هون slope كان عبارة عن zero يعني هيك أفقي تماماً، then بيكون first order reaction. ليش؟ لأنه simply ال half life ما راح يتغير قيمته مع اختلاف التركيز الابتدائية the initial concentrations. هاي واحدة من الطرق المشهورة اللي احنا بنستخدمها لمعرفة الـ order of reaction. وين مشكلة هاي الميثود؟ هاي الميثود مشكلتها انه ما بتنطبق الا في حالة انه يكون في عندي one reactant in the rate lab. rate بيساوي rate constant في reactant، تركيز الreactant الوحيد مرفوع القوة n. هاي مشكلة هاي الميثود. اوكي هل في هاي الميثود الوحيدة؟ قطعا لا. ثاني ميثود اللي هي بنسميها الانتجريشن ميثود، قائمة على الاشي اللي شفناه قبل هيك. احنا شفنا طريقة واحدة قبل هيك لما كنا نناقش الانتجريتد ريت لا، شفنا انه فائدة الانتجريتد ريت لاز اللي شفناهم قبل انه بقدر اني احسب التركيز عند اوقات معينة، أو بقدر أعرف قديش ضل عندي بعد وقت معين، أو قديش أنا بحاجة لوقت مشان أوصل للتركيز الفلاني. أوكي، هاي كانت واحدة من الأشياء اللي بحتاجها من الانتجريتد ريت لاز. بس قلت لكم كمان إنه الانتجريتد ريت لاز من فوائدها إنه بقدر أعرف الأوردر. كيف؟ إنه أجيب الرياكتانتس تبعوني بقيسهم بأوقات مختلفة، وبصير أشوف أول مرة بأخذ لين الـ A مع الـ T. إذا كان لينير بيكون first order، إذا مش لينير بيكون إشي ثاني. بجرب واحد على A versus T، إذا كان لينير بيكون second order of type 1 طبعا. إذا كان مش إذا كان مش لينير بيكون إشي ثاني، بجرب second order type 2، بجرب zeroth order، بعدين بجرب third order، بعدين بجرب order minus one للقوة half. أوكي إلى آخره. طبعا هاي مشكلتها الطريقة وين؟ هاي مشكلتها الطريقة شغلتين. الشغلة الأولى إنه أنا هون قاعد إذا بشرح الميثود الثانية، فإحنا شفناها الميثود الثانية قبل هيك، بس خليني الآن أقول لكم إيش مشاكلها. الميثود الثانية أهم مشكلة فيها إنه بتعتمد على try and error. يعني ممكن أنت تجرب so many cases قبل ما توصل ل الأوردر اللي بدك إياه. هاي مشكلة. في عندي مشكلة ثانية كمان، خليني أشرح إيش هاي المشكلة بال using integrated method. مشكلة integrated rate method حقيقة، وهاي المشكلة هاي مش مشكلة خاصة بالintegrated rate method، هاي مشكلة خاصة بكل مرة أنا باجي بحسب فيها تركيز مع الوقت، تركيز متغير مع الوقت. السبب اللي ذكرت لكم إياه قبل شوي إنه التركيز قاعد بتغير مع الوقت، فأنت كل مرة بدك تقيس تركيز عند هاي اللحظة والتركيز قاعد بتغير. فحتى لو كانت الميثود اللي بتستخدمها أو الجهاز اللي بتستخدمه سريع، حتى لو كان سريع جدا ما راح يكون دقيق،
100%. وين عمليا ايش هذا بنتج؟ بنتج كالتالي، انه في بعض الاحيان انا بقول لكم عمليا ايش قاعد بصير. في بعض الاحيان بتيجي بترسم مثلا لن الاي، لن الاي مع مع اي، عفوا لن الاي مع تي. خليني ارسم واوضح اقول لكم وين المشكله تحديدا بتكون. خلينا نقول انه هي هيك وهيك، خلينا نقول انه طبعا لازم يكون متناقص. اوكي، اذا this is len a، len هي len a. اوكي، this is len، تركيز ال a طبعا انا ما بدي اكتب تركيز هون، len a with t with time. شوفوا هاي line. هسه هل هاي هذا اللي رسمته، هل البلوت اللي رسمته هذا، شو باعتقادكم ايش رايكم، لينير ولا نون لينير؟ على فكره انا محظوظ لانه رسمتها بالطريقه فعلا اللي بدي اياها، صحيح في نتوءات وشويه نويز بس مش مشكله، تطلعوا على الشكل العام له. يعني هو جاي اذا بتطلع عليه ممكن تشوف انه في انحناء بسيط، صح؟ انتوا قولوا لي ايش تعتبروا هاي، لينير ولا مش لينير؟ بالحالتين معكم الحق. يعني حقيقة 100% هو مش لينير، أوكي؟ واضح أنه مش لينير 100%. بنفس الوقت يعني هو بصراحة قريب من اللينير. شايفين هاي المشكلة؟ شايفين هاي الرسمة؟ 90% من الحالات اللي راح ترسموها راح تكون زي هيك، لا هو مبين أنه لينير ولا هو مبين أنه مش لينير. تيجوا بترسموا للسكند أوردر عشان تتأكدوا، في حال إذا طلع عندكم السكند أوردر لينير أكثر من هيك بتلاقوها او عفوا بتلاقوها طريق او تاكيد انه لا، اذا هو مش فيرست اوردر، اذا هو سكند اوردر. تيجي بترسموا واحد على تركيز الاي مع تي بتلاقوها نفس الرسمه. هذا بصير عمليا، هذا ممكن يصير، وكثير من الرياكشنز السريعه. طبعا الرياكشنز البطيئه ما بنواجه مشكله زي هيك. ليش؟ لانه بالرياكشنز البطيئه بيكون عمليه قياس الكونسنتريشن مع الوقت دقيق، لانه التركيز قاعد بتغير ببطء. بس وين بتواجهنا هاي المشكلة؟ بالرياكشنز السريعة اللي بعد ثواني بتلاقي الرياكشن خلص. ترى قياس التراكيز مختلفة عند أوقات مختلفة للرياكشن زي هيك مش إشي سهل، مش إشي سهل أبدا. فأنت نتيجة عدم الدقة هاي تيجي بترسم بلوت للفيرس أوردر بتلاقيه زي هيك كيرف، لا هو لينير ولا هو نون لينير، يعني جاي بين أوكي. تيجي بترسموه للسكند أوردر بتلاقون برضو نفس الرسمة، ومين فيهم الصح ما بتعرف. انا بقول لكم عمليا ايش قاعد بصير. يعني اذا انت بمختبر وقدام رياكشن جديد، حضرت ماده جديده بدك تعرف الميكانيزم تبعها، قبل ما تعرف الميكانيزم اول خطوه بتعملها الاكسبيرمنتال ريت لا، بدك توجد الاكسبيرمنتال ريت لا. عشان توجد الاكسبيرمنتال ريت لا لازم تلاقي الاوردرز لكل رياكتنت، ولازم تلاقي الريت كونستانت. راح نشوف بعدين بالشابتر اللي بعده ليش الاكسبيرمنتال ريت لا مهم، لانه راح نشوف انه احنا بننطلق من بنائنا للميكانيزم تبع اي رياكشن من الاكسبيرمنتال ريت لا، فعشان هيك هو مهم. بالاضافه للاهميه اللي حكيت لكم اياها قبل شوي، انه هو مهم ايضا كمعادلات بحد ذاتها، مشان الانتجريتد ريت لا قصدي، هي مهمه مشان نلاقي التركيز عند اي وقت. وبالتالي الاكسبيرمنتال عفوا الريت لا مهم مشان نلاقي الانتجريتد ريت لا، ومهم ايضا مشان نعرف الميكانيزم. فمعرفه الاوردر اذا شيء كثير كثير مهم. في الرياكشنز السريعه كثير من الاحيان بيظهر عندي شيء زي هيك، اوكي هو جاي بين لينير وبين نون لينير، فانت ما بتقدر تقرر حقيقه هل هو فيرست ولا سكند اوردر. لا ومش بس هيك، واذا رسمت لزيروث اوردر برضه راح يطلع عندك نفس الكيرف. بعض الأحيان بتكون محظوظ، إنه بعض الأحيان بيكون واضح إنه نت لينير، بتكون مثلاً الرسمة زي هيك، أوكي هاي مبينة إنها نت لينير، فبتستثني مثلاً الثيرد أوردر أو الزيروث أوردر أو إلى آخره، بس مرات بتحتار بين تو أوردرز وما بتقدر تجزم مين هو الأوردر الصحيح، وهاي بتصير معنا عملياً، بتصير معنا خاصة للرياكشنز السريعة، أوكي؟ هاي واحدة من مشاكل الانتجريتد ميثود. وبالمناسبة هاي المشكلة مش مقترنة فقط للانتجريتد ريت ميثود، هاي المشكلة بتواجهنا بكل مرة بقيس فيها تركيز مع الوقت لكل الميثودز اللي شفناها قبل.
لأنه حتى ب خليني أمحي الآن. أوكي. حتى ب بهاي الميثود أوكي أو حتى هاي الميثود اللي هي الهاف لايف سواء باستخدام المعادلة اللي بستخدم فيها فقط نقطتين أو البلوت اللي بستخدم فيها أكثر من نقطة، عندي كمان هون عندي قياس تركيز هون، يعني كيف أنا بعرف الوقت اللي لازمني مشان أوصل لنصف التركيز؟ أنا قاعد بقيس تركيز مشان أشوف قديش الوقت اللي أخذه، فهي كمان قائمة على قياس تركيز ولا رياكشن أوريدي شغال. تمام، هاي كانت الميثود الثانية اللي هي الانتجريتد بيريت ميثود، واحنا شفناها قبل هيك، هي الميثود الوحيدة اللي شفناها قبل هيك. الآن راح نشوف طريقة أخرى مش الانتجريشن ميثود اللي هي الديفرنشال ميثود. أوكي أوكي، so the second method that the third عفواً method that we will discuss now is what is known as the differential method. هسا ليش سميناها the differential method؟ we'll شوفوا الانتجريتد ريت لا اشتقيناهم من معادلات زي هيك. الانتجريتد ريت لا اشتقيناهم من معادلات اللي هم عبارة عن simply rate laws. اوكي سوينا الريت لا بالrate of change بعدين كملنا حتى وصلنا للانتجريتد ريت لا، صحيح؟ اوكي، هل ممكن انه نستخدم طريقه للديفرنشال فورم not the integrated form، يعني ما نوصل للانتجريتد ريت لا ونعمل بلوتينج؟ لا، هل ممكن نعمل بلوتينج من معادله زي هيك؟ نعم، الجواب نعم. كيف؟ ناخذ لين هاي المعادله اوكي بغض النظر ايش قيمه ان، قيمه ان هي اللي بدنا نعرفها. اوكي اذا بناخذ لوغاريتم الطرفين، بصير عندي لين ريت، ديروا بالكم هاي ريت لين في، لين ريت بيساوي لين كي زائد لين كي زائد ان في لين التركيز الاي، لين اكس في واي بيساوي لين اكس زائد لين واي والباور بنزل، فبصير عندي زائد لين عفوا ان في لين تركيز الاي. والان ابلوت اوف لين في فيرسس لين اي بيساوي ستريت لاين ان ويتش السلوب بيساوي ان والريت كونستانت لين الكي اللي هو عباره عن الانترسكت. هاي برضه واحده من الطرق. هسه خليني احكي لكم بكل صراحه وامانه انه هاي الطريقه ما بتختلف نهائيا عن الانتجريتد ريت ميثود. هناك بنقيس تركيز مع وقت، هون بنقيس تركيز مع ريت بالنهايه، ريت تبع الرياكشن. هل في فرق؟ لا. ليش؟ لانه هون انت قاعد مشان تحسب الريت بدك تغير التركيز مع الوقت. هاي اولا. ثانيا، المعادلات الانتجريتد ريت لا اللي احنا اشتقيناها من وين اشتقيناها؟ اشتقيناها من هون، فاحنا وكانه قاعدين استخدمنا، يعني اشتقيناها قصدي من الشكل هذا اللي هو 47، وبالتالي وكانه انت قاعد تستخدم نفس الطريقه بس بشكل اخر. فالديفرنشال ميثود بتعاني من نفس المشاكل اللي بتعاني منها الانتجريشن ميثود. ومش بس هيك، المشاكل اللي قلت لكم اياها قبل شوي انه بترسم تعمل بلوت بتلاقيه جاي بين اللينير واللان لينير، بترجع بتواجهها بالديفرنشال ميثود كمان. وبالتالي هم حقيقه يعني الانتجريشن ميثود والديفرنشال ميثود نقدر نعتبرهم يعني طريقتين مختلفتين لمبدا واحد. واذا ما زبطت معك ميثود الانتجريشن ما في داعي تروح تجرب الديفرنشال ميثود. انا بحكي لكم هيك يعني من التجربه العمليه، ما في داعي تعيد شغلك بالديفرنشال ميثود، بتدور على طريقه اخرى. اوكي، سواء الهاف لايف ميثود، بس مشكله الهاف لايف ميثود انها ما بتنطبق الا في حال اذا كان عندك وان رياكتنت بالريت لا، او طرق اخرى راح نشوفها الان. اوكي، الطريقه الرابعه اللي رحين نشوفها، هاي الطريقه ما راح اشرحها، سبق لكم ليش، بس ولكنها مطلوبه منكم. هاي اللي بنسميها الانيشال ريت ميثود. ايش هي الانيشال ريت ميثود؟ ويل الانيشال ريت ميثود هي عباره عن ميثود اخذتوها بكيم اثنين، وانا الان بطلب منكم انه ترجعوا لاي كتاب كيم اثنين، اي كتاب، مش شرط كتابكم، يفضل انكم ترجعوا لكتابكم. انتم طلاب سنه ثالثه الان او حتى ثانيه، معظمكم درس من تشانك او بريدي، ما في مشكله، بترجع لك كتابك. اذا ما عندك اياه بتدور على الانترنت على جوجل، بتحط اسم الكتاب
اسمه chemistry chunk PDF. حط PDF بتنزله PDF بتروح على chapter الكينيتكس وبتدور على initial rate method. أنا رح أعمل تذكير سريع إلها, بس أنا بطلب منك إنك تعرف تحسب الأوردر عن طريق الانيشال ريت ميثود. اوكي, وبدي اياك انك ترجع لكتاب جنرال كيمستري وتلاقي هي الطريقه. شوفوا ليش بطلب منكم هيك. اولا لانه هي طريقه سنه اولى واحنا مش المفروض انه نشرح لكم شغلات سنه اولى بمواد تخصص. ثانيا يعني بدي اياكم ترجعوا لكتب اخرى. يعني انتم طلاب سنه ثالثه بشكل عام, لازم تتعود, لازم طالب الجامعه يتعود انه يرجع لكتاب اخر ويقراه, خاصه انكم ماده درستوها قبل هيك. ثالثا احبكم بالذات انكم ترجعوا لكتب سنه اولى, كتابكم سنه اولى, الكتاب الجنرال كيمستري. لازم كل واحد فيكم يكون عنده كتاب جنرال كيمستري. ما بصير طالب كيمياء ما يكون عنده كتاب جنرال كيمستري. اذا عندك اياه كويس, اذا ما عندك اياه بتروح بتدور على جوجل بتنزله PDF, اي طبعه مش مهم, واي كتاب جنرال كيمستري مش شرط تشانك. اذا ارتحت لتشانك لانك درست منه قبل هيك فهو كويس, كتاب كويس. اذا بدك كتاب ثاني شوف كتاب ثاني, زي مثلا الكتاب اللي بندرسه الان اللي هو ايبنج, كتاب ممتاز وموجود ايضا PDF. كتاب بريدي كتاب كويس, في كتب اخرى كمان زومدال, في كثير كتب جنرال كيمستري ممتازه بترجعوا لها. طيب ايش هي الانيشال ريت ميثود؟ ويل شوفوا الانيشال ريت ميثود هي عباره عن ميثود قائمه على التالي. اذا كان عندك 2 او 3 او 4 او الى اخره رياكتنتس, تعمل جدول. بهذا الجدول بيكون مكون من الكولومز اللي فيه بيكون اكثر من رياكتنت, والروز بيكون اكثر من رن. ايش بنعمل؟ بنجيب, لنفترض انه في عندك تو رياكتنت فقط, تو رياكتنتس ماده A وماده B بتفاعلوا مع بعض وبتعمل اكثر من رن. بتعمل مثلا تو رنز, بالرن الاول بتثبت, او عفوا بنعمل 3 رنز, انا اسف, بالرن الأول والثاني بتثبت تركيز المادة الأولى وبتغير تركيز المادة الثانية. أوكي, وبالرن الثاني والثالث بتثبت تركيز المادة الثانية وبتغير تركيز المادة الأولى. ذكرتوها الميثود؟ كثير بسيطة, كثير كثير بسيطة. هسا إذا بدك تلاقي تركيز المادة الأولى, أوكي, بتأخذ two runs in which تركيز المادة الأولى بتغير وتركيز المادة الثانية ثابت. بعدها ايش بنعمل؟ بنقسم التو ريت لوز على بعضهم البعض, بتختصر كي مع بعض وبتختصر تركيز الماده الثانيه مع بعض. بصفي عندك الريت, يكون في عندك كولوم ثالث, انا اسف, يكون عندك كولوم ثالث اللي هو الريت. اوكي, ذن الريت بيساوي ريت كونستانت في تركيز الماده الاولى مرفوع للقوه ان, ما بنعرف ايش هو ان او اكس او اي رمز كان. اوكي, بتقسم المعادلات على بعض, بتاخذ الانتيلوج مشان تلاقي قيمه الاوردر. هاي بدكم ترجعوا للكتاب. يعني انا ما يعني لازم ترجع لكتاب جنرال وتلاقي هاي الميثود. هي جدا بسيطه, درستوها قبل هيك ومطلوبه منكم. كلامي واضح؟ مطلوبه منكم. اوكي تمام. ومش بس ترجع لكتاب سنه اولى مشان تشوف مثال, لا, وحل اسئله عليها كمان. يعني بنفس الكتاب في اكيد في راح يكون اسئله, حلوا اسئله عليها. اوكي تمام. اخر شيء راح نشوفه اللي هو ميثود بنسميها الايزوليشن ميثود. ايش الايزوليشن ميثود؟ فكره الايزوليشن ميثود هي قريب شوي من فكره الانيشال ريت ميثود ولكنها مش نفسها. الايزوليشن ميثود قائمه على الفكره التاليه. اذا كان لنفترض ان عندك تو رياكتنتس A و B. اوكي, ايش بتروح تعمل؟ بتروح بتحضر من تركيز ال A محلول كثير تركيزه عالي, وبالتالي وتركيز ال B تركيز منخفض عادي, تركيز عادي, يعني مثلا 0.1 مولر 0.01 مولر للبي. اوكي, وتركيز الاي بيكون تركيزه جدا عالي, يعني مثلا 5 مولر. شايفين قديش عالي؟ ايش ليش الفكره زي هيك؟ الفكره زي هيك انه بهي الحاله انت بتكون التغيرات اللي بتصير على التركيز عند للماده اللي تركيزها منخفض بيكون سيجنيفيكانت. تمام, بس الماده اللي تركيزها عالي التغيرات هاي ما بتكون كثير ظاهرة, فبالتالي بنقدر نعتبر انه تركيزه ثابت مع الوقت. اوكي, الفكرة جدا بسيطة, مادتين, مادة بتحضر منها تركيز كثير عالي, لما بصير التفاعل طبعا بصير في تغير بالتركيز, مش ما بصير, بس لانه التركيز كثير عالي هذا التغير ما بيظهر
بشكل واضح، فبالتالي بنقدر نعتبر انه تركيزه ثابت، خلافا للماده الثانيه اللي بيكون تركيزها منخفض، اللي هو اي تغير بالتركيز بياثر على قيمه التركيز الكلي. هاي الميثود يعني احنا بنستخدمها لما بنيأس، لانه حقيقه حتى وان افترضنا انه التركيز ثابت، بس حتى مع تركيز عاليه لا حقيقه هو بتغير التركيز، وبالتالي مش دائما بتزبط هاي الميثود يعني. وهي يعني انا بس بدي اياكم من كلها بتعرفوا انه الايزوليشن ميثود قائمه على فكره انه بنحضر، اذا كان عندي اكثر من مادتين طبعا كلهم بنحضر لهم تركيز عالي ما عدا ماده واحده فقط بنسمح انها تتغير، وبنقيس وقتها تركيزها مع الوقت، وبنقدر وقتها نفترض انه مثلا هي عباره عن ريت لا من هذا النوع، وبالتالي بنقدر نستخدم لها الهاف لايف ميثود بهي الحاله. اوكي يعني هي اي واحده من الشغلات اللي ممكن نعملها هذا لما نيأس تماما. على العموم اللي بدي احكي لكم اياه انه بصراحه هاي الميثودز هي مش هاي الفايف ميثودز اللي احنا شفناها هي مش الميثودز الوحيده، في 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 غيرها كمان، وفي غيرها كثير كمان. يعني مثلا واحده من الميثودز اللي بنستخدمها احنا اللي هي مور اكوريت منها كلهم ولكنها معقده ومش مناسبه لطالب بكالوريوس، نعطيها عاده لطلاب الدراسات العليا، اللي بنسميها البول بلوت ميثود. اوكي البول بلوت ميثود هسه من هون وطالع بول بلوت ميثود بنبلش نستخدم برامج كمبيوتر، يعني سيميوليشن بدها الشغله، سيميوليشن يعني محاكاه. مساله ايجاد الاوردر مش شيء بسيط، انا اعطيتكم فقط بعض الامثله مشان تقدروا قديش المساله صعبه. انا بحكي لكم عمليا طبعا مش بالامتحان، لا بالامتحان الامور بتكون واضحه، بس قصدي عمليا اذا انت قدام رياكشن جديد بدك توجد الريت لا له، بدك توجد الاوردر وبالتالي الريت لا، هي مش عمليه سهله. وبالتالي في بعض الاحيان نضطر نستخدم برامج كمبيوتر تعمل، بتلاقي لي افضل طبعا بكل الاحوال انت لازم تقيس تركيز مع وقت، هذا ما في غنى عنه. اوكي بس القيم هاي انت بتدخلها ببرامج خاصه او بتستخدم ميثودز خاصه، واحده منهم اللي هي الباور بلوت ميثود، مش مطلوب منها تفاصيلها لانه يعني يكفي فقط تسمع بالاسم وتتذكره لبعدين، بس تفاصيل الميثود هاي مش مطلوبه منكم، حتى هي بكتابكم مش مذكوره بصراحه، انا فقط حبيت يعني احطها بس مشان اذا مرت عليك بعدين بالدراسات العليا هيك تتذكر الاسم وتتذكر انه هاي طريقه تستخدم، طريقه حديثه نوعا ما، لانه الطرق الخمسه اللي شفناها قبل كلها طرق قديمه، فهي تعتبر طريقه حديثه لايجاد الاوردرز اوف رياكشن. على اي حال اللي بدي اقول لكم اياه اذا بالتالي انه عملية إيجاد الأوردر is something not easy حقيقة، خاصة إذا كانت تفاعلات سريعة، وعادة إحنا مرات بنحتاج إنه نعمل simulation محاكاة على برامج كمبيوتر بتدخل له ال rates المختلفة أو ال concentrations المختلفة عند times مختلفة، وهو مرات ممكن إنه لاقي أفضل أوردر، هيك بيعطيك أفضل أوردر، يعني بيقول لك مثلاً 80% هو first order، 15% second order، 5% zeroth order مثلا، ايش زي هيك، حتى هاي البرامج ما بتعطيك 100% ايش هو الاوردر. اوكي وذاتس ات، هذا في يعني هذا كل اعتقد ما يخص هاي المحاضره. الان ظل عندنا احنا تقريبا محاضره للريفرسبل رياكشنز، وهيك بنخلص هذا الـ lecture note. بس أنا بدي أسمح لنفسي إني أخذ 5 أو 10 دقائق من هاي المحاضرة أبدأ مقدمة سريعة عن reversible reactions، أشرح السياق تبعها بدون ما أدخل بتفاصيل، والمرة الجاي نكمل إن شاء الله. أوكي أوكي نبدأ بداية خفيفة عن reversible reactions. Reversible reactions بكل بساطة هي reactions equilibrium. These types of reactions. A in equilibrium with B. إيش يعني A in equilibrium with B؟ طبعاً هاي معلومات سنة أولى، بس أنا يعني للتفكير بذكركم فيها بسرعة. This means إنه هون في عندي two reactions. في عندي the forward reaction وفي عندي the backward reaction أو the reversible reaction. The forward reaction عنده يعني بيكون مستمر طول الوقت، والباكورد رياكشن ايضا بيكون مستمر طول الوقت، هذول التو رياكشنز ما بيوقفوا.
الآن at equilibrium, at equilibrium هذول rates of هذول two reactions بتساوي هيك بنقول. okay إذا rate للreaction A بيعطيني B بيساوي rate للreaction B بيعطيني A. ديروا بالكم قاعدين بنحكي عن rate مش قاعدين بنحكي عن rate constant. لا rate constant ما بتساوي في علاقة رحين نوجدها الآن فيما يخص الريت كونستانت رحين نوجدها بهذا السكشن أو السب سكشن فيما يخص الريت كونستانت. بس أنا التساوي اللي قاعد بحكيه قاعد بحكي عن at equilibrium إيش بصير إنه الريت بتتساوى at equilibrium. أيضا التركيز بتثبت. انتبهوا قلنا بتثبت ما قلنا بتتساوى. التركيز بتثبت. ليش بتثبت؟ لأنه الريت بتتساوى. أوكي تمام. او شغله ثانيه بدنا نوضح هون انه ريفرسيبل هون معناها عكسي. ريفرسيبل هاي بالكينيتكس لها معنى مختلف تماما عن الثيرموداينامكس. ريفرسيبل بروسيس بالثيرموداينامكس معناه هو قاعد بتغير كل مره بيوصل للايكوليبريوم. هذا موضوع مختلف. بالكينيتكس ريفرسيبل بكل معناه بكل بساطه معناه التفاعل العكسي او الباكورد رياكشن. لانه في عندي تو رياكشن الفورورد والباكورد. الباكورد مرات بنسميه ريفرسيبل. كتابكم مسميه ريفرسيبل فاحنا راح نلتزم بهي التسميه. اوكي اذا هذا اللي بنسميه ريفرس او ريفرسيبل او باك او اوبوزينج رياكشن اللي هي الايكوليبريوم رياكشنز. انتبهوا الايكوليبريوم رياكشنز حقيقه هي مهمه مش بس لانه كثير من الرياكشنز بالكيمستري هي عباره عن ايكوليبريوم رياكشنز. لا هي مهمه لانه في عندنا نظريه بالكيمستري بتقول انه كل الرياكشنز هي عباره عن ايكوليبريوم رياكشنز. والرياكشنز اللي احنا مفكرين انها one direction only هي عبارة عن equilibrium reactions in which the rate constant للباكورد رياكشن قليل جدا 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 يكاد يكون صفر. فعشان هيك يعني الغالب هو الفورورد رياكشن مش الباكورد رياكشن. المعادلات اللي احنا بنفكر انها مش equilibrium لا هي equilibrium بس الباكورد رياكشن او ريفرسيبل رياكشن بيكون كثير ما له قيمه مقابل الفورورد رياكشن. تمام اوكي هسه بما انه هون في عندي تو رياكشنز اذا بقدر اني اكتب الريت لو لهدول التو رياكشنز وهذا راح نعمله الان. اوكي اذا في عندي رياكشن A بيعطيني B وفي عندي رياكشن B بيعطيني A. هذول التو رياكشنز بقدر اكتب لهم الريت لو طلعوا كيف. rate 1 بيساوي rate constant 1 times تركيز المادة A اللي هي reactant. طبعا عفوا أنا بس قبل ما أكمل أنا آسف نسيت أقول لكم إنه بدي أفترض إنه stoichiometric coefficients هون لـ A و B both بيساوي 1. هاي أولا. ثانيا بدنا نفترض لهذا الرياكشن إنه both are first order يعني الـ forward reaction is first order والـ backward reaction is first order. طبعا احنا رايحين نشوف بهذا السكشن اشتقاق هاي الحاله البسيطه رايحين نشوف انه الحاله البسيطه هاي راح تاخذ منا محاضره كامله. المحاضره الجايه رايحين يعني نقضيها بشكل كامل باشتقاق هاي الحاله البسيطه. الريفرسيبل رياكشنز ار فيري كومبليكيتد اذا كان عندي ديفرنت ستويكيومتريك كوفيشنتس وديفرنت اوردرز. اوكي احنا ما راح نشوف هاي الحالات بكورس دراسات عليا بنغطي هاي الحالات بس بكورس بكالوريوس ما بنغطي هاي الحالات فقط first order للforward reaction وfirst order للbackward reaction. إذا أرجع لهون. إذا rate الأول بيساوي rate constant أو rate الforward reaction خلينا نسمي V1 بيساوي rate constant الforward reaction ضرب الreactant اللي هو A بهاي الحالة. okay. للbackward reaction rate of the backward reaction خلينا نسمي V minus 1 بيساوي rate constant minus 1 times the concentration of B. ليش B؟ لأنه the backward reaction أو reverse reaction B هو reactant بهذه الحالة. تمام؟ الآن أخيراً مشان أنهي هاي المحاضرة ونكمل المحاضرة الجاي. For any initial concentrations الآن اللي هو سميهم A naught B naught the chemical system must go to the equilibrium. إذا أنا ببدأ ب initial concentration A naught B naught ولكن بعد فترة راح يصير إنه راح تثبت التركيز. اوكي وهيك بنقول انه احنا وصلنا لحاله الايكوليبريوم. الان لما بتثبت التركيز بنعرف الان هذا التعريف بتعرفوه الايكوليبريوم كونستانت كي سي بيساوي لهذا الرياكشن بيساوي تركيز البي ات ايكوليبريوم اي كيو هاي اختصار لايكوليبريوم واحنا بنعرف فيها تركيز الماده بي ات ايكوليبريوم. اوكي طبعا مرفوع القوه واحد لانه هون ستويكيومتريك كوفيشنت 1
تقسيم تركيز الـ A اللي هو reacted في هذه الحالة أوكي. مرفوع القوة واحد أيضا أوكي. وذات ست حنا رايح أوقف هون. هاي المعلومات أعتقد أنها معلومات كثير سهلة بسيطة ما فيها إشي. راح ننطلق المرة الجاي من equation 52 ونبلش نشتق حتى نوصل لوحدة من أهم العلاقات بالكيميكال كينتكس، وراح ننهي المحاضرة هاي المرة القادمة. طبعا أنا لأني تأخرت بمحاضرة يوم الاثنين، فالمحاضرة القادمة راح أحاول أعملها يوم الجمعة. أنا آسف، بعرف أنه مش لازم تكون في محاضرات يوم الجمعة، بس إحنا تأخرنا عن المحاضرة وإحنا متأخرين شوي، فمشان ما نضغط بالآخر معلش يعني تحملوني، خلينا ننزل المحاضرة يوم الجمعة اليوم أو بكرة، اليوم ليلا أو غدا صباحا إن شاء الله. راح أكون عامل جروب فيسبوك، مش عارف كيف أخبركم تنضموا إلو. أكيد محاضرة يوم الجمعة راح أعلن عنه وأقولكم، بس أعتقد راح أحط إعلان على الإيليرنينج بعنوان هذا الجروب مشان تحاولوا تطلبوا الانضمام إلو. وإن شاء الله بالتوفيق ويعطيكم ألف عافية.